مكملين معكم ببيروت. اهلا وسهلا بكل الذين التحقوا بنا وموجودين الان بالجريد كافي بليبراري انطوان بقبل قلب الاسواق. اذا كنتم قرب جوين اس، عالم المجوهرات والجلامر دائما بيكون موجود معنا. يمكن تعرفنا دائما على جديده ودار يبريم اللي بتقدم دائما المميز والجديد في عالم المجوهرات. وفيرنا لليوم راح تقولنا ايش في جديد خصوصا مع السيلبرتيز. فيرنا اهلا وسهلا فيكي. شو الاخبار؟ اخبار حلوه. سافا كله تمام؟ تمام. I love the hair. Thank you. كثير 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 حلو. طيب يمكن المشاهدين اللي ما شافوكي قبل معنا نرجع هيك نعطيهم فكره على يبريم. سيكوا الستيل؟ امتى بلشت الدار؟ مؤسسه يبريم مؤسسه عائليه، تاسست ب 1964، يعني هالسنه عم نحتفل بالخمسين سنه لنا. واو ما شاء الله. هو الوالد اسس الشركه، نحن جيل الثاني اخواتي وانا. تري بيان سوبر. طيب شو الاتيليه تبعنا؟ موجود بلبنان ومحل هون بسوق بيروت. تري بيان. شو الستيل تبعكم بالمجوهرات؟ نحن الستيل تبعنا دائما بنركز على الشيء الغريب. بس نصمم القطعه بنتخيل شخصيه تبع المراه واثقه من حالها، بتحب تبين مميزه بالمجتمع. قطعنا بيكونوا مثل ارت وورك منحوته بلا لوحده، بس تلبس على المراه بتبين تكمل، بصير شيء ثاني. ايه حلو كثير. القطع والكوليكسيون بتكون من موسم للثاني، بتغيروا من موسم إيه؟ ولا على حسب؟ نعم. نعتبر على كل موسم، على كل معرض ننزل فيه. نحن بننزل تقريبا بكل دول العالم. من امريكا لايجيا، على كل معرض بنحضر كوليكسيون جديد. معرضنا الثاني هلا قريبا بلاس فيغاس، نازلين على معرضين مهمين هوني، كوتور ولكجري. ميلاف حاضرين كوليكشن جديده كثير حلوه للمعرض لاس فيغاس. اكسلون. نزل بهونغ كونغ، بدبي، كل الانترناشونال شوز بالعالم. تري تري بيان. صرنا انترناشونال لانه ايضا السليبرتيز من حول العالم عم يلبسوا من عنا، فخبرينا مين لبس شو كيف؟ نحن موجودين بامريكا بنيمان ماركس وبردوف جودمان، وبدبي بهارفي نيكلز. بقى السليبرتيز عم بيحبوا القطع الغريبه ويوصلوا لعنا ويلبسوا قطعنا، بريانا، مادونا، كيتي بيري. هات لنا نشوف شويه صور لنفرج المشاهدين اليوم. شو بريانا على ميتكالا ايفنت؟ يس على الميتكالا. لبس الخاتم اللي انا لبسته هلا. اوه ماي جاد بيوتيفول. على ميتكالا ازنافور كنا عاملين كولكشن كمان، دعمنا كولكشن تشاريتي، دعمنا بالفكره تبعنا وكان الامباسدور تبعنا. هون أدريانا ليما بفيكتوريا سيكريتس بينك كاربت إيفنت لابسة مجوهرات يبريم. بيوتيفول بيوتيفول. هذا الخاتم تبع ريهانا. تبع ريهانا مظبوط. كثير حلو. بعدين هذا الستيل كثير عم دارج الآن. وكل هدول البوب ستارز. وهون الخاتم الثاني مادونا لبسته جمعة الماضي، وكيتي بيري كمان على كفر تبع في ماجازين. هون لبسة هذا الخاتم اللي لبسته أنا. كثير حلو. بيوتيفول. الفوتو شوت تبع مادونا وكيتي بيري اميزنج، وعملت بيج باز على الفي. مظبوط. كانوا لابسين الكاموفلاج خاتم اللي لبسته انا. تخي تخي. في عنا صور ثانيه ولا بس هيدي الصور؟ هون على الاي شانل الريتش كيدز اوف بيفرلي هيلز كانوا لابسين كمان قطع يبريم، كولكشن فول كولكشن تبع يبريم على الاي شانل على بروجرام ريتش كيدز اوف بيفرلي هيلز. فوتو شوت معمول بهاربرز بازاين، هاربرز بازار بالصين تشاينا. كمان موديلات الفريده من نوعها من كولكشن يبريم. هذه يمكن كنا حكينا عن احنا عنا مره انه كيف انتم بتتميزوا بهدول الايرينجز البيوتيفول وانز. كمان هيدي اخر صوره لعنا لليوم، كمان فكره هيك جديده وحلوه. تري تري بيان. لكن بنضل نفس المعادن، بنستعمل ذهب ابيض. نعم. الاصفر، الجولد، دايموندز، حسب كل قطعه. في قطعه بتكون احسن مبينه على ذهب ابيض، بتبين القطعه احسن على اللبس. في قطعه على بينك جولد، حسب الديزاين تبع القطعه. نطلع بالفكره كلنا سوا، واكيد الوالد بيحط اخر تاتش تبعه على كل قطعه حسب خبرته بكل هالسنين. تري بيان. طيب ابارت فروم هدول الجلامرس بيسز، كمان في بيسز ثانيين للشباب الصغار وكمان للافوردبل بادجت؟ ايه نحن عندنا اثنين كولكشن، واي كوتور اللي هو الاودوغان تبعنا، واي نوت كولكشن للبريتا بورتي كولكشن لنا الافوردبل اكثر بيكونوا.
حلو تري بيان. شوفي عندنا مشاريع اكيد انتم ما شاء الله بتضلوا خصوصا انت فينا بتضلي بالمعارض من حول العالم، خبرينا. في مشاريع جديده ما بحب احكي فيها هلا، سوربريز قريبا رح تعرفوا عنها، واكيد مشاريع لل 50th anniversary تبعنا كمان رح تعرفوا عنها قريبا. طيب فور مان ما في شيء فور مان؟ ولو انه اوكي ريانا ومادونا على عيني وراسي، بس انه احنا كمان بدنا نلبس يعني. ايه اكيد 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 بالمستقبل. You have to think of us كمان. اكيد اكيد بالمستقبل لازم نعمل كولكشن كمان للمان. سوبر، بدنا كمان جابوا لنا داري بريم هديه للمشاهدين ومتابعين ببيروت، واكيد راح يفوز بها احد المشاهدين والمشاهدات قريبا. So thank you so much. ميرسي بوكو لوجودك معنا. ثانك يو. فيكم تعرفوا تكونوا وير بالاخبار تبعنا على السوشيال ميديا والويب سايت تبعنا، اكيد كل شيء موجود على انستغرام فيسبوك او تويتر على الاخبار الجديده عنا. اكسلون. اذا ضيعتوا بتجوا على اسواق بيروت ورح تلاقوا this beautiful lady و this beautiful collection موجوده بالبوتيك الموجود بالاسواق. ميرسي بوكو. ثانك يو. اي لاف ذا هير. ثانك يو. اي جاست لاف ذا هير. ثانك يو. ثانك يو.